محترف يعني عندهم لاعبين محترفين اكو بهم يشركوهم بالمباريات يعني الاساسيه. زين تحدثت عن عائلتك، عائلتك وين مستقره؟ بالعراق ولا بايران؟ لا لا بالعراق. بالعراق موجودين وياك. ومن تكون اكون بايران يعني هم وياي، هم يكونون هم وياك. وين يكيفون؟ هم بايران. بايران. نعم. نتيجه العائله و... اي مو تعرف يقول لك ماكو كهرباء تنقطع، ماكو مي ينقطع، ماكو كل شيء متوفر هناك. هناك تروح مدارس الاطفال شلون؟ بقلوا الاطفال يعني عندي الاولاد بالعطله اي يكونون يمي، وبالمدارس بيجد يكونون بيجدهم يعني هم صعوبه. اي بس انا يعني اروح وارجع يعني ما احترفت بالدوري الايراني واحترفت بالدوري القطري، منو الافضل اللي كرر جاسم فنيا وماليا؟ انا بالدوري القطري ماليا ما استفاديت. والله؟ ايش عجب هاي العقود ويقول لا ما استفاديت انا يعني حتى احكي لك يعني احكي لك اياها عادي مباشره. انا اول سنه 120,000 دولار عقدي. سنه ثانيه 220,000 دولار. لان كنت بعمر صغير. اي عمر وهن خلصناهم كلهم سفر. لا بس بالدوري الايراني لا عقودي يعني الحمد لله زينه، بس انه واجهت هواي صعوبات لان بايران تدفع ضريبه. اي نعم من قيمه العقد 30% واحسب 20% بالاخير واقعات رايحات. هاي شلون واقعات اللي تجاوب؟ هاي كل سنه. اي حقيقه هاي راحت 50% من عقدك. قولها 20% طلعتها غرامات. انت اخر شيء خاوينا نطلع مطلوبين. لا والله لا شو يبقى من العقد؟ اي انا اقول لك انا يعني كل عقد يعني بايران كل سنه يعني لازم عندي بها مشاكل. اي مشاكل. زين هم يطون بالدولار؟ يعني اكو نادي كان ينطي بالدولار، اكو بالتومان، وهي الطامه الكبرى التومان. بالتومان وقياسا بالعمله مالتهم مشكله. تاذيت والله انا حقيقه. انا تاذيت واكو ناس يعني اصدقائي تجارهم تاذوا لان احنا كانوا ينطونا بالتومان فنخليهم بالبنك. فانا شو اسوي؟ اقول اخليهن تجي مثلا فد نسبه ارباح عليهن تقدر يعني تشتري بها وهاي. ففجاه الدولار صحيح يعني صعد والتومان مالتهم انتهى. يعني ال 100,000 دولار صارت 30,000 دولار. فاي انت هم وقعت بها هاي؟ هم وقعت الحمد لله والشكر. بفارق كبير طبعا. اي فارق كبير. اي مو خوش سالفه. الحمد لله على الصحة والعافية. اي لا الحمد لله بس انت تتفق بالدولار، انت لاعب محترف. ما ينطون. لو كل المحترفين هم يشعرون القلب لا دولار ولا تومان. ما يطون.